حضرتك على تغيير المهنه في البطاقه من بكالوريوس من حتى على بكالوريوس الى عامل. انا حاليا شغال كيميائي يعني، بس لا انت مسافر يعني ولا ايه؟ من باب التعويض في الكلام ان انا اخليه عامل ولا لا يجوز؟ انت مسافر؟ معنى شئنا؟ انت مسافر يعني؟ لا الحج، انا عامل للغرض الحج. ايوه طبعا هذا ليس بصحيح وكذب، لكن الضرورات تقدر بقدرها، بارك الله فيكم، قد يجوز هذا للضرورة. شكرا، من لم تضر بأحد.